من دلوقتي لغايه يوم 25 بقى واحده واحده. من دلوقتي اول حاجه الماتش اللي في تونس. أوكي. الماتش اللي في تونس ده خلاص كل اللي انا من وجهه نظري هيبقى بنسبه 70% ان خدنا البطوله. الماتش اللي هناك ده هيدينا البطوله بنسبه 70% لو باذن الله بعد توفيق ربنا سبحانه وتعالى. بس انا ما بقتنعش بدي يا كابتن يعني معلش وخلينا اناقش حضرتك هنا لانه انا ممكن هناك اكسب 1-0 واجي يخش فيها جون هنا. ممكن تبقى نسبه 55% ولكن مش 70%. ما انا بقول حضرتك طبعا ليك رؤيتك طبعا. بقول ليه النسبه؟ لان فرقه الترجي بالامكانيات بتاعه اللعيبه بتاعتهم لو لعبوا قدامنا جيم مفتوح بيهاجموا علينا لا فرصتهم تبقى قليله جدا. أوكي. هنقدر نكسب بشكل كويس. لان دي ما فيهاش مفاجاه. الاحسن ان انت تجبرهم ان هم يعملوا كده. بالظبط. فهمت حضرتك. بالظبط كده. فانا اتمنى زي ما اتكلمت معاك ان من البدايه بعد اول ربع ساعه ازاي ثلاثي خط الهجوم بتاعنا ازاي يبقى مؤثر وازاي يضغط على ديفنس الترجي لان هنغلطه. وباذن الله هنقدر نحرز هدف او هدفين باذن الله في الماتش اللي جاي يريحونا بشكل كبير جدا في الماتش بتاع القاهره. فانت فرقه الترجي كل لما هتخليها تتخلى عن النواحي الدفاعيه من تمركز بقى جيد من رقابه ان هم يطمعوا ان هم يجيبوا فيك جون ويهاجموا عليك هتتواجد المساحات اللي لعبتنا هتقدر تستغلها ونقدر نستثمرها في احراز اهداف.